صباح الخير. وشوف طال عمرك. سعيدين بتواجدك وصبحك بالخير يا طويل. مرحبا. هلا. ما يسعد المشاهد وما يسعدكم. الله يحييك. حضورك سعادة لنا. الله يسعدك. وتواجدك وانت بخير وصحة وعافية وكل أحبتنا هذه والله من البشائر اللي نفرح فيها. الله يسعدك. قم للمعلم يوفه التبجيل. كاد المعلم أن يكون رسولا. من الرواد ومن الرعيل. الله يبارك. بما أنك معلم يا طويل العمر لا يأس مع الحياة. نعم. ولا حياة بلا أمل. نعم. وذكر شيخنا أبو عمر عسى الله يطول في عمره في بداية الحلقة وفي بداية البرنامج أو قرأ علينا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذه احنا نعتبرها خارطة الطريق. إذا كان عندك تعليق يا أبو عبد الرحمن قبل ننتقل لأخونا أبو محمد وناخذ علومه. أبو محمد مطلوب هاليومين. مطلوب واجد. الله يسلم الجميع. لا شك أن لا حياة مع اليأس. اليأس هو من الأمراض النفسية ومن الأشياء التي تثقل كاهل الإنسان. ولكن نحن عندنا دين عظيم، عندنا كتاب عظيم، عندنا القرآن دلنا على كيف نعالج أمراض هذه النفس وكيف أنه لا يأس مع الحياة، أن الإنسان يجب أن يعطي ويبذل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما في أحد أوذي مثل محمد صلى الله عليه وسلم. مر عليه في مكة آذاء عظيم من التهكم ومن الاستهزاء ومن السخرية ومن الإيذاء اليدوي. وضع عليه صلى الله عليه وسلم سر الجزور وهو ساجد لله سبحانه وتعالى يدعوه. وضعوا في طريقه الشوك يؤذونه، جيرانه يؤذونه، وصبر ولم ييأس. قاومته قريش وقاومته العرب عندما كان يمشي عليهم في منى أيام الحج ويقول من ينصر دين الله سبحانه وتعالى؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتجدوا المحبة والنور والخير العظيم. فيردون عليه بأقبح الألفاظ وبأسوأها، حتى أنه في يوم من الأيام وهو يكابدهم عندما رد عليه أهل ثقيف برد سيء. تصور إنسان يقول لي إنسان ألم يجد الله سبحانه وتعالى إلا أنت ليرسلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فيها أقوى من هذه؟ قنوط. قنوط ها؟ أقول قنوط. استهزاء. أو استهزاء. وسخرية وتمس النفس. ومع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم صبر وثبت صلى الله عليه وسلم. حتى نشر الله هذا الدين. والله يطول العمر أبو عبد الرحمن ولا يهون الموجودين. ساعات يكون الأذى اللفظي أقسى بكثير. نعم. من الأذى الجسدي. نعم. يمكن الأذى الجسدي على ما قالوا جرح وتطيب. اي نعم. جرح وتطيب منه، لكن أذى اللفظ هو اللي يؤذي. فلذلك نعم. يعني عود لسانك قول الخير تحض به. نعم. إن اللسان اللي ما عودته معتاده. نعم. فلذلك احنا نتمنى إن الله سبحانه وتعالى ينظف سريرتنا وينظف قلوبنا. صحيح. لأنه اللسان هو سبحان الله ينبع من القلب. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى. أبو علي إذا عندك تعليق على مسألة الأذى اللفظي. والله هذا لا يملكه أي يعني روابط إلا الأخلاق. بالفعل. مهما تربينا على الأخلاق العالية وقال